خلال الكام ساعه اللي فاتوا معظم مستخدمي موبايلات الاندرويد بيظهر لهم رساله فجاه بتوقف بعض التطبيقات عن العمل. يا ترى ايه المشكله ومين اللي يقلق منها وايه الحل؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والاخبار عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وتمام. لو انت من مستخدمي الاندرويد فممكن يكون ظهر قدامك انه توقف بعض التطبيقات عن العمل فجاه، ولو انت مستخدم من مستخدمي شاومي وعلى جروبات شاومي مثلا فالموضوع هيكون عامل قلق بالنسبه لك اكتر بسبب القيل والقال والكلام اللي كان بيتقال بخصوص جوجل مع شاومي، فهتبدا تقلق. لكن هو الموضوع ده بيحصل مع كل الموبايلات سواء شاومي اوبو سامسونج ايا يكن، وده موضوع متعلق بجوجل اكتر من متعلق بشركه معينه. على حسب ما فهمت من المصادر وهسيبها تحت في الديسكريبشن بوكس، ان الموضوع ببساطة انه المحتوى اللي بيظهر على الموبايل عندك ايا يكن نوع الموبايل فهو بيكون مخصص لطريقة العرض دي من خلال تطبيق موجود على الموبايل، وتطبيق الويب فيو. ويب فيو يعني تطبيق بيعرض المحتوى بالشكل بتاع الموبايل بطريقه عرض الموبايل. يعني نقدر نقول بمثال صغير عشان يقرب الموضوع ان اندرويد 12 مثلا قبل ما بينزل بيتعرض على المطورين علشان يعرفوا ايه التغييرات اللي هتحصل في الشكل وطريقه العرض، بجانب طبعا سياسات الخصوصيه وخلافه، علشان يجهزوا التطبيقات بالشكل العرض ده. فبالتالي هو الموضوع ببساطه انه في تحديث على تطبيق اسمه سيستم ويب فيو او اندرويد سيستم ويب فيو. التحديث ده من جوجل نفسها، لكن حصل فيه مشكله في التحديث انه ما بقاش يعني مش متوافق بشكل كامل، يعني في مشكله معينه مش مذكور تفاصيلها في مواقع التقنيه، لكن نتج عنها انه التطبيق ده خلى المحتوى مش مهيئ حاليا طبقا للتحديث ده مع الموبايلات، فعلشان كده بيتوقف العمل لان الوسيله اللي هتظهر المحتوى على الموبايل فيها مشكله. لكن مفيش اي مشكله في موبايلك خالص ولا في اي حاجه. مين الناس اللي اتصلت بالموضوع ده؟ الناس اللي اتصلت بالموضوع ده هي الناس اللي مفتوح عندها الاوتو ابديت، الناس اللي بيحصل عندها ابديت تلقائي لوحده للتطبيقات، فالتطبيق ده من بين التطبيقات للاسف اللي حصل لها ابديت، فعلشان كده وصلوا المشكله. يعني موبايلي مثلا انا قافل عنه تحديثات علشان ما يسحبش انترنت على الفاضي ويحدث تطبيقات انا نادرا ما بستخدمها، او مش عايز يكون في تحديث علشان ما يسحبش اوبشن انا متعود عليه. لكن في موبايلات تانية من كل الشركات بتكون فاتحه الاوبشن ده في المتجر عادي فبيحصل عندها تحديثات. فالمطلوب منك ايا يكن موبايلك بكل بساطه انك هتدخل على الاعدادات بالطريقه اللي انت عارفها، اللي انت بتدخل منها على الاعدادات بدون اي مشكله، وهتدخل على التطبيقات وبعدين التطبيقات الاساسيه او اداره التطبيقات، وتعمل بحث عن اندرويد سيستم ويب فيو، اسمه اندرويد سيستم ويب فيو. بعد ما تعمل بحث عنه هتدخل على التطبيق بدون اي مشكله، هيكون عندك في حاجه كده في النص اللي هي ان انستول ابديتس او ازاله التحديثات، هتدوس عليها علشان يشيل لك التحديث اللي المفروض انه ظهر بالمشكله دي. لما هتدوس عليها الموضوع هيتحل معاك. لو الموضوع ما اتحلش هتقفل بس الموبايل، تعمل له ريبوت وبعدين او اعاده تشغيل وبعدين تفتحه تاني يشتغل معاك بدون اي مشكله. لكن طبعا يفضل انك قبل ما تعمل الخطوه دي انك تدخل على المتجر وتقفل التحديث التلقائي، علشان مش بعد ما تشيل التحديث يروح التحديث راجع تاني فكل حاجه ترجع زي ما كانت. مجرد ما تعمل كده الموضوع هيكون بسيط وهيتحل معاك بشكل مؤقت على الاقل، لحين ما جوجل نفسها تعدل المشكله اللي بتحصل في التحديث الخاص بالاندرويد سيستم فيو، ويكون الموضوع اسهل ويعدله من شكل او واجهه العرض علشان ما يواجهكش اي مشكله في اي تطبيق انه يتم توقف فيه. وطبعا في خطوه زياده ممكن تعملها بحيث انها تخلي الشركه للموبايل بتاعك منها تعمل اكسترا مايل او تعمل خطوه زياده، وهي انك تعمل ريبورت باج او الابلاغ عن مشكله، فهو بياخد ريبورت كده او تقرير من المشكله اللي بتحصل معاك، بحيث انه لو ناس كتير عملت نفس الريبورت ده من كذا شركه هيتواصلوا مع جوجل والموضوع هيكون في ضغط اكتر. فبالتالي لو جوجل فعلا اشتغلت على الموضوع ويعني بتتحرك فهيكون في ضغط انها تتحرك بشكل افضل. بس كده الموضوع مش محتاج قلق خالص، وما تقولش ان الموبايل فيه مشكله او ان الاندرويد حصل فيه مشكله، هي كل الحكايه مجرد تحديثات في التطبيقات وحاليا جوجل شغاله عليها. اي نعم هو ما فيش اي اخبار واضحه يعني بدات شغل امتى وهتخلص امتى والموضوع هيخلص والحوار والصداع ده كله هيخلص امتى، لكن عموما اللي احنا بنقوله ده هيحل معاك المشكله بشكل مؤقت لحين ما تتحل بشكل كامل. وبس كده، ده كان فيديو سريع عن المشكله الخاصه بتوقف بعض التطبيقات على موبايلات الاندرويد، مش تبع شاومي بس، مش تبع سامسونج بس، مش تبع شركه معينه بذاتها، ولكن هو بشكل عام، وان شاء الله يتحل في اسرع وقت. نلقاكم على خير.